اليوم يا أمي تعثرت صديقتي في ساحة المدرسة، ولكن لا أستطيع معرفة نوع الجرح. حسناً يا ابنتي، يوجد نوعان من الجروح: الجروح المغلقة والجروح المفتوحة. الجروح المغلقة هي التي لا يوجد فيها قطع خارجية من الجلد ولا ينزف الدم مثل الرطوب والكدمات. أما الجروح المفتوحة هي التي يحدث فيها قطع خارجي للجلد أو الأنسجة أو الأوعية الدموية ويصاحبها نزف الدم. حسناً أشكرك، لكن ما هي علامات وأعراض الجروح؟ علامات وأعراض الجروح: يصاحبها الجروح الشعور بالألم ونزف الدم وتهيج احمرار في منطقة الإصابة وحدوث حكة حول المنطقة المصابة والتورم في منطقة الإصابة. إنها معلومات قيمة، ولكن كيف يتم معالجتها؟ أولاً يتم تنظيف الجرح والمنطقة المحيطة بها بقطعة قماش مبللة، بعدها نغسل الجرح بالماء الجاري ثم نجففه، بعدها نطهر المنطقة المصابة بالجرح بالمادة المطهرة، وإذا كان هناك نزيف في مكان الإصابة نضغط على مكان النزيف لإيقافه، ونلفه بقطعة قماش. وما هي أنواع النزف في البسيط؟ الشعيرات الدموية ونزف الأوردة الدموية ونزف الشرايين. نزف الشعيرات الدموية تكون بنزف الدم عبر الأوعية الشعيرية فقط، أما نزف الأوردة تنزف الدم في هذا النوع عبر الأوردة ويكون لونها داكن ولا تدفق بشدة، أما نزف الشرايين تنزف في هذا النوع على شكل دفعات متقطعة وليكون لونها أحمر قاني. والنزف الشرياني يكون أكثر خطورة من أنواع النزيف، بعدها يليه نزف الأوردة، أما الأقل خطورة فهو نزف الشعيرات الدموية. وما هي أسباب النزف؟ هناك أسباب مرضية كالنقص في أحد عوامل تجلط الدم أو الجرح بأنواعه السطحي والعميق، والنزف أحيانا في أثناء وبعد العمليات الجراحية، ومضاعفات الحمل والولادة والحوادث التي يتعرض لها الإنسان مثل حوادث السير والسقوط من أثناء اللعب. شكرا لك يا أمي على هذه المعلومات القيمة.